نعم وحشتيني. كان في وخلص. يجي تاني؟ يا سلام، هو في احلى من بيع والشراء؟ والشوال اللي يخلص نملاه؟ انت هتمشي ولا صوت ولم عليك العماره؟ ولا يهمني، اصل انا اموت في الفضايح. انت اصلك هتصرخي ونروح الجسم سوا ونعملوا محاضر في بعض، وفي الاخر يعني التحريات هتثبت انك يعني ولا مؤاخذه، وفضحتك في العماره هتبقى بجلاجل، وانا في الاخر هخرج منيها ولا حد هيسمع عني حاجه، ولو حد سمع عني حاجه هيقولوا واد فالت مش لاقي حد يلجمه، او هيحسدوني ويقولوا يا ابن اللذينة صايع. ها ندخله ولا تصرخي؟ يبقى ندخل. بقول لك ايه، الحركه الوسخه اللي انت عملتها فيا دي مش هعديها لك وعمري ما هنساها. يعني انت اللي حركاتك زينه قوي؟ ما انت كنت عايزه تنفضيني، وانا ما بحبش اللي يشتغلني. اتضايق قوي. طب افرض يا اخي اني بستنصح عليك شويه، وفيها ايه يعني؟ ما تعديها لي بمزاجي. وانا قلت حاجه غير كده؟ ما كله بمزاجك. بقول لك ايه، وحياه ابوك قوم امشي من هنا، عشان انا بقى بصراحه مش طايقاك. مش بمزاجك. لا انا ما قلتلكش ان انا قررت ان من هنا ورايح كل حاجه تبقى بمزاجي. لا يا حبيبي، ما عادش خلاص. ايه دي؟ ندى بتقول لي الفلوس لا؟ لاني بصراحه كده اكتشفت ان الفلوس مش كل حاجه. حقيقي؟ حقيقي. من ساعه ما سبتني لوحدي في الاوتيل من غير ولا مليم، فاكر؟ ساعتها لقيت نفسي لوحدي، مش لاقيه حتى حد يطبطب عليا. قلت يا سلام يا بت لو في حد يحبك بجد. اسكت، مش انا اكتشفت ان الحب ده اهم حاجه؟ الحب؟ وده من متى؟ من النهارده. وماله؟ الواحد يحب زي ما هو عايز ويتشحتف كمان. بس بقى اللي انا عايزه ده حاجه تانيه خالص. انا مش معترض انك تحبي، أنا معترض إنك تخلع مني، لأن ده مش هيحصل. نهار أسود. إيه؟ في إيه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 2 إلا ربع. أنت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. أصلك مش فاهمة حاجة. ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي، ولو اتاخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب ما اقول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوا بينا ده كان محبه. ده انا كنت حاسس ان انا وانتي سمر ومهند. نعم يا روح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمر خانو. واطي وابن كلب. عيني عليك يا اخوي، متجوز عقربه. بخي يا اختي في ودانه. بخي، ما هي ناقصة. مش كفاية أمك؟ جرى يا بت؟ مالك كده عمالة تتشرطي وتتأمري؟ فيكي إيه؟ واقفة كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ بتغور في داهية، ده الباب يفوت قرد مسلسل زيك،
ده انا هكسر وراكي خمس بلاليس مش بلاص واحد. بلاليس يا اختي حلوه يا جميله. اوعي يا بت، انت بتنادي ابنك على بنتي في ايه؟ انا مش بت، انا اسمي ناديه، واللي هيغلط فيا بعد كده ولا يقول لي كلمه مش عجباني هرد عليه بعشر. بعشره ايه؟ بمية. ميت عفريت لما يتنططوا كده ونططوكي زي اليويو. ينططوك يا بعيده يا مسحتنا يا اللي عامله زي المعزه السايبه اللي على حمي وانا بارد. مين ده يا بت؟ مين اللي عامله زي المعزه؟ حلو قوي، عملت رباطيه عليا؟ ده نقف قدام عشرة زيكم. وحياه امك. صح، علميها الادب يا فوزيه. لا 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 يا عمتي، الشبشب ده جديد، شوفي لك واحد قديم. الغل واكل قلبك وشايله ومعبي يا مني عشان ابوي ما رضيش يتجوزك وسابك اتعنسي. خليك كده اهري، ما انا بنت اللي رماكي ولا عبرك. مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ ده مهاتل. تزعليش يا حبيبتي، ده كلب ولا يسوى وانت اللي رميتيه عشان تاخدي سيد سيده. اهري قسما بالله ما سايباك. روحي الحاج، يمه دي هتخلص عليها. احسن يقتلوا بعض ونخلص منهم التنين. الو؟ ايوه، مين معايا؟ مش دي نمره عبد الحكيم؟ انا حسن ولده. مين سعادتك؟ انا رتال بنت عمك يا حسن. ايه يا بنت عمي؟ خير، في ايه؟ حصل متى ده؟ طيب اهدي اهدي، ان شاء الله خير. احنا هنجيلك على طول، ما تقلقيش. كنتي بتكلمي مين؟ بكلم حسن ابن عمك. ليه بقى ان شاء الله؟ مين قالك تعملي كده يا ريتال؟ مش لازم حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هو احنا مش اهل؟ لازم يجوا يشوفوا احنا فينا ايه؟ بس ده غلط مش صح؟ لا مش غلط، اللي انا عملته ده هو الصح. مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا ما كناش بنكذب عليه ولا حاجه؟ انت بتشحتي يا ريتال؟ بشحت؟ لا ما بشحتش، بس بفكر. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل؟ وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريدال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هاني، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه، كل الناس دي مش هتلاقيها. اول ما تبقي مفنسه يا شهد مش هتلاقيهم.